السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واهم حاجة تعملوا سبسكرايب عشان يوصلوكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة حبيبة هنعمل الكيكة الجاهزة دي، شارينها من السوبر ماركت. هي جاهزة وكل مكوناتها مكتوب عليها حبايبي، بس احنا مكتوب عليها نضيف 3 بيضات و 120 جرام سمنة و 50 يعني ربع كوباية مية حبايب قلب. بس انا مش هحط 3 بيضات يا حبايبي، عشان لما بحط 3 بيضات بحس ان هي فيها زفرة شوية، انا هحط بيضتين بس. وحبايب قلب الكاكاو ده اختيار، يعني عايزين تحطوا كاكاو تحطوا، مش عايزين تحطوا ما تحطوش، بس انا عشان عيالي بيحبوا الشوكولاتة وكده فانا هحط لهم ايه، هحط معلقتين كاكاو كده. يلا يا حبايبي نبدأ كده مع بعض. اول حاجة هنكسر البيضتين، هنحط عليهم ظرف فانيليا، نحط عليهم ايه سنة خل كده عشان الزفارة، وهنقلب الحاجات دي كلها. هنقلب الأول حاجة اهو يا حبايبي، قلبناها زي ما انتوا شايفين كده، شايفين خلتها زي المضرب بالظبط. هننزل يا حبايبي بقى بايه، بالسمنه بتاعتنا، ربع كوبايه سمنه رابع يا حبايب قلب. الزبده عندي خلصانه، فالرابع ده برده زي الزبده بتغنى عن الزبده يا حبايبي، ريحتها جميله والله. هنقلب يا حبايبي، قلبت السمنه مع البيض، واحنا بنعملها في البيت برده، ومحمد عملها قبل كده في البيت كانت جميله والله، بس كنت بقى بجيب حاجات من السوبر ماركت وقلت لما اجيبها بقى ايه اعملها، اجرب دي كنت مجربه اللي هي الشوكولاته جميله. نبدأ نقلبها مع بعضها كده اهو يا حبايب قلبي، شايفين احط بقى معلقتين كاكاو، على حسب ما انتوا عايزين في الكاكاو، يعني مش لازم يعني لها مكونات زي ما انتوا عايزين. ننزل بقى بالميه بتاعتنا، ربع كوبايه ميه، هتمني بقى ايه اضرب فيها يا حبايبي قيمة 5 دقايق كده كل المكونات في بعضها. بصوا يا حبايب قلبي اهي، قلبتها لمدة 5 دقايق زي ما قلتلكوا اهوت. اهم حاجة تقلبي الكيكة بالذات عشان خاطر تبقى هشة وجميلة كده يا حبايب. كده خلصتها زي ما انتوا شايفين، بقت زي الكريمة اهي، شايفين ولا مضرب ولا اي حاجة، مقلبها بالمعلقة. هنبدأ بقى نمسك الصينية بتاعتنا، شيل ورقة الزبدة دي وقت من الصينية بتاعتها. اهو يا حبايب قلبي دهنا الصينية اهو، نحط ورقة الزبدة بتاعتنا، انا عاملاها على قد الصينية بالظبط. وهنزل بقى يا حبيبتي بالايه بالكيكة بتاعتي. اهو يا حبايب قلبي قفتها بقى في الصينية يا حبايبي. بصوا يا حبايب قلبي انا سويتها اهو، خليتها جميلة اهو، مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، هسيبها بقى ايه احطها على العرصة لمدة 5 دقايق، وبعدين هرفعها على الشبكة بتاعتي يا حبايب قلبي، هي هتاخد لها نص ساعة في الفرن، ولما تستوي يا حبايبي اوريلكم. بصوا يا حبايبي بعد نص ساعة بقى نشوف الكيكة بتاعتنا يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي. ايه رايكم يا حبايبي؟ هي طابت وبقت جميله يا شايفين؟
طيب ومستوي زي الفل. مش بقى تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام يا حبايب قلبي.